السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي المشاهدين، أنا تربية الغنم في إسبانيا، معكم عبد المولى. الله يكبر بكم على التعاليق اللي تدعوا معايا وتقولوا لي صبر باش نبقى خدام حتى إن شاء الله تنبدل الأوراق. الله يجازيكم بخير على التشجيعات والدعم ديالكم، الله يرحم لكم الوالدين. إن شاء الله راه غادي نبقى صابر، الحمد لله تنبدل الأوراق، راكم عارفين ما جاش ثاني تهود المغرب ثاني بلا اوراق كما كنت درت في 2010. ان شاء الله غادي نصبر. هي الصراحه هي هاد الغربه راه تتاثر، انا ماشي غادي نمشي ونخلي الاوراق بحال ونخلي الخدمه ونمشي، غير تنقولوا القنط راه شهور بتصور بتسبقني، شحال هذا مسكين راه ما تصور يا كاع حشور حشور. اخوتي حفظوا الله كان غادي يموت ليا مسكين، ما تجيت قدام كاميرا عيد راسك راه كبر من راسي. حمار زوين هذا كان غيموت ليا مسكين، والله العظيم اخوتي هذا الحمار هذا راه العفو تا هو ربينا عليه الكبده وصاحبي بزاف حشور. واخا ما ندير لكم شي فيديوهات راه درويش هذا الحمار هذا وهاز لي الهم ملي نبغي نمشي كي غندير ليه هذا الحمار هذا، والله الا لا دوخني مسكين كي غندير ليه. دابا هو راه ما عندوش الوراق باش تهزو الدور بيه تديه لشي مزرعه ممنوع، فصابوك راه فيها خطيه كبيره هازو، ما عرفش مسكين فاش كندير ليه ما عندوش الوراق، ترى هو بحال الحراق ياك حشور. طب بحال الحراق هنا تريويش وعزيز عليه مشكل، لا 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 نمشي نخليه ما عرفت كندير ليه، غادي نخليه عند واحد الدري، ولكن هاد الدري تا هو غادي تيسرح في الغلم غادي يمشي غادي يخليه الغلم. ما كرهتش انا شي واحد تكون عنده شي مزرعه وغادي نسول كيفاش نعوض ليه الوراق، نعوض ليه الوراق وندي عدو تا نمشي للمغرب ونزكي راسي ونجي نديه من عنده. ياك حشور هاك ها هاك حشور هاك ها غادي تصنط، اجي حشور اجي هاك ها اجي راه بغينا نصورو كان غادي يموت ليا مسكين حفظه الله. اجي اجي نوريهم اجي هاك احشر توقف ها وقف وقف نوريهم اجي زيد 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 تزيد تزيد راه قال لي انت ما تتصنتش ها غادي يبغي ياكل الزرع اجي اجي هو يصحابني بغى نلعب معاه ماكلي شي ماكلي في المريح حاضر غلم لا تدخل الشانطي، ولكن هاد البحوله تيديروها اللي بغاو تما جا بغا ياكلوا هاد الشعره دير الفارينه راه ديال الخيف يا البلاد عنده هادي وعنده واحد وحده اخرى روها فينا هي تا هي ليه هادي راه محروطه ديال واحد السفاليوني انا كنت نوكل فيها في جناب الطريق الغلم فيها تيكون الربيع هاد الربيع هذا دابا ما كلي راه حافظيها ما تيخليش وحده تدخل الشانطي، ولكن هاد البحوله ضعصرين ما تيقدوش عليه سوى لا ما قلت ليه ايوا كليهم باش تيخرجوا منهم ماكلي ماكلي اش اش فرده هي الفحوله 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 تينطحو اه اه مسكين هاد الكليب هذا الكليب ديال مولاه ما عندي كاين ندير ليه ديال مولاه، لا يجوز تخوض شي حيوان يكون ديال مولاه هاد الصباليون، واخا انا ربيتو عندو شهرين ديال مولاه واخا يكون ديالي ما نديش ليه انا لك غنمشي ما نديش ليه حقاش تيخدم، ما يمكنش دي حتى كلب وتخلي صباليوني ولا مغربي ولا تكون خدام معاه وتدي ليه كلب وتخلي ليه هاد الخير هذا تبارك الله، وتعاشرت معاه واحد المده ديال 5 سنين راه عيب وعار. اما الحمير غادي مسكين دي عندي الحمير وهاز لي الهم ما عرفتش كندير ليه، ماشي بحال شي كلب دير فيه طوموبيل حشور مع داك كي دير له في الطوموبيل خاصه الكروسه ديالو تتجر داك الكرويله ديالو تتجر وخاص يكونوا عدوا الوراق لك تغادي بيه في الطريق وجارو في داك الكروسه في الكرويله، ماشي بحال المغرب تتشارجي 10 العودان ولا 5 ولا 5 ديال الخيل في الكمايو هانيه، هنا ممنوع ورا الكلب وخاصك تكون يكون عدو الوراق الكلب الكلب ما بالك حمار تيوزن واحد
200 كيلو ولا هازو في الطريق من هذيك ويدير شي كسيده الله يستر داك اللي تيكون جار وراه يتخضخض ولا شي حاجه وتخرج ديك الكرويله على الطريق وتضرب شي طوموبيله اخرى صدق قال بكل شيء داك راه صعيب صعيب الحال. هذا الحمار تهزو في الطوموبيل ولا مونطه كبيره بزاف خطيه تيقولوا المونطه هي الخطيه. ايوا واحد الشرب سايكي كان غادي يموت ليا تصوروا الحيوان عنده صحه عاطيه الله واحد الصحه كون كانت صاب الانسان كون مات فين جايتي اي شو ماكلي الدس هنا ما شافاش جايه اي سيو ماكلي اي ماكلي سيو كان غيموت مساكين حمير شو رجلي من هنا رجلي من هنا طارت لي جلد لا تنصور حاش شو كي تحرد من هنا كنت دير لي واحد تندير لي واحد القنبه في عنقو ولا شفتوها تندير لي واحد القنبه في عنقو تنبغي نشدو منها ولا شي لعبه. وهذه واحد السيمانه مسكين هو بغى يحك لا تنتقود لكم مع سميث تندير لي واحد القنبه هنا في عنقو تنخليها تنشدو منها نبغى ندير شي بلاصه ولا شنو هاي كديرها لي هنا بالليل هو تلعيد لي الشواري وهادشي هذا تيبقى ملاطي بغى يحك برجليه هذيك اللورانيه بغى يحك هنا هو تيحك هنا شتي البلاصه عامره غيس بغى يحك وجاتو حل ليه رجله وحلت له رجله فيها القنب هو لاطراس ديال القنب درا باقي لاطراس ديال القنب وما عرفتش سيمانه مسكين هو يتقج هو يطيح وداس ليه القنبه ما عرفت ما برجليه ها داس ليه ما برجليه من هنا الله ما مات وبقى الليل كامل هو مقزوج وهالبلاصه هادي ها وسطها كامله مسكينه منفوخه انا جيت نصيبو ناعس ها هي باقا الاطراس ديال هاد القنبه صتو ناعس قلت هاد الشهور ما عرفت مالو ما واقف ياك ما تنصحابو انا تهرس تنصحابو تهرس من رجلي تخلعت ما تيقد كاع ينوض بغا ينوض انا نوريكم رجلي ها هز هز رجلك حصور هز ها هي شنو القنبه شدت لي مسكين هنا شدت لي هنا دريويز راه ميركني ما والو خليني نشوف شدت لي القنبه في هاد الرجل هاد هي باش بغا يحك شدت لي في هاد القنبه مسكين اللي كدير لي هنايا الله يسمح لي وصافي عمر الحيوان العود ولا البغل ولا الحمار تخلي ليه القنبه هنايا في عنقو بغا يحك مسكين شي سي صحاني بغا نلعب معاه دريويش ما يعضنيش هاك صحابا كيكس لا ما عضنيش تيبغي دابا مسكين يسلم عليا ولا دريويش اي 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 على البوغوس وبقى فيا يا خوتي سطو تيبكي والله خوتي لا سطو تيبكي وحرد راسو حرد جبهتو مع 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 الحائط مع راه طايح هو في الارض مع الارض وكاع تيتحرز ويتمرمد وانا نصيب له البلاصه مسكين كاع منفوخه من هنا مابقاش النفس تيدوز الدم تيمشي وتيجي صافي البلاصه تنفخات ليه مسكين حيدتها لي بالموس خليته في الكوري واحد اليومين ما ديتوش تفشت ليه وتقادت ليه ها باش عقد مسكين وليت تنخرجه دابا راه ما تركبش عليه تركبش عليه هذيك النهار كنت غادي من الفيلاج لهي وكاينه تما واحد الحماره الا ما شديتوش ما بقاش بندير القنب الا ما شديتوش ركبت عليه غادي يمشي ليها غيمشي ليها وغيبقى يجري لا صافي هو مسكين ملي تيشوف حماره ولا شي عوده ولا شي حمار صافي تيبغي يدحس معاه تي ما بقاش يبغي يتصنط ليا غيكرفصني ويخلي ليا الغلم نخلي الغلم ونبقى نتجارى معاه ما جاتش دابا واخا تشوفوني سير حنا في الشانطي راني تنهضر وحاضي عا تنسمع شي طوموبيله جايه تنصفر ليها تتخرج تتمشي وجد لا تكون جاية شي طوموبيل ولا شي حاجة نمشي لتما حد الشانطي الحمير مساكين حفظ الله حشاور وتيريزارات ترسات وجبرات تبارك الله ولدات ليا واحد ثلاثة الوليدات هم زوينات هم حاجة كلبات وكليب قلت يقصحوا ان شاء الله ندريكم ليه فيديو ما عرفت واش نديتها واش شي كلب وكليب المغرب معايا هاد السلالة ديال ماوكلي راه ولاد شو ماوكلي ما تفرقش عليا ولاد ماوكلي صافي دابا غنمشي هنايا غنمشي غادي تبعني الغلم
غنمشي غادي تبعني الغلم بلا ما نهضر معاه ما والو، عارفه كلشي الغلم ولينا نتفاهموا معاهم هنا، عاد ما بغا نعيط ليها ما والو غادي تبعني، راه تعرفني غادي اجا ماكل اجا حد من قدامها طفي ردي صافي كلشي غادي يجي من وراها، تتكون نية صافي تتولي الحيوان تولي فاهمك، وخا ما نعيط ليه ما نصفر ليه، عارفني انا هو اللي مكلف بي، انا هو اللي سارحة تندي البلاصة اللي فيها الماكلة، عارف هاديك البلاصة كاتل تمايا صافي نبدلو المكان، وما كليت هو يدفعها اللي بقات بحق وطات ما تتصناش بقات تبقى تاكل تيجي تيردها تيدخلها وسط الغلب، يقول لها هبطي يلا اوه حسور جاي راه حسور باندي سكين حفظ الله حفظ الله ما يموت، ما عرفتش كي غندير ليه مسكين، منين نبغي نمشي غنخلي عاد واحد المغربي تا هو تيصلح الغلب بعيد عليا ما عرفتش شي 8 كيلومتر نديه ليه على رجليا نديه ليه عدو تا هو سارح الغلب نديه ليه نخليه عدو ايوا تنمشي ان شاء الله المغرب ونرجع ونشوف كيفاش ندير نعاود ليه الوراق، نعاود ليه الوراق لا بغيت تعاودوا ليا قبل ما نمشي للمغرب نعاود ليه الوراق، لا بغيت تعاودوا ليا لا بغيت تعاود ليا الوراق الباسبور ديالو نعاود ليه الوراق نديرو في سميتي، وديك الساعه نمشي للمغرب باش نعود نبغى نحولوا لشي مزرعه ولا شي حاجه ما لقاش المشكل نشري ديك الكاروسه نديرو فيها ديك الكرويله ونديه، انا مع المده ان شاء الله غادي نخدم في الغلام ولا ندير شي مزرعه ان شاء الله هنايا، ما انا ما خصني ما بغيش انا نفرط في هذا الحمار حشور، راه نتفرق عليه راه نتمشكل دابا بحال نمشي للمغرب وكا زعما كي راه غادي نمشي للمغرب راه نساه وداك الشيء، لا ما نساهش انا ما تنساهش لا هو لا ماكلي لا زورو ولا الغلم تيعزو عليا، غنطلعو من هالبلاصه راه حصاده تاني نخيف تيديرها تيديرها بال الغلم تيديرها بال ديال الغلم، هي راه باقا الماكينه ما تجيش تحصد الزرع، هادي ربيع تيكون مخلط و ربيع تيزرعو تيخليه الغلم، حشور اجي اجي زورو هاوي جادي حشورة حشور تراك غتموت حفظك الله، زيد زيد طلع زيد تا زيد قرب شو راه ضودني الله و راه تيتصنط زيد هاك ها تا زيد تيدير تيدير دوك القوالب و راه خطار الحمار راه ماشي هو مكلخ راه ذكي دابا راه لو خا يمشي بوحدو الكوري من هنا يمشي بوحدو و يدي تا الغلم يبقى غادي و يتابعه، هاجي هاجي زيد حشور بغا ياه و قال لي خليني نفطر غادي يجي خوك راه يجي مالك حشور مالك هز راسك هز هز راسك هنقني داك تعضني اي نسد لي من اخر نشوفو كاش غادي يدير بلاتي نديرو مليش حمر هاكا هاك وقف وقف نديرو مليش حمر تبقى نسد لي من اخر تنشوفو اش غادي يدير تنخنقو تيبغيش تقول يا راك تتخليش باش نتنفس تيبقى يحول من اخره ولا شو دابا كي تيبقى يجبد في من اخره ازقا لا ازقا 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 ها توقف 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 راه تفير توقف توقف ازقا شتو تو ها ما نحرش عليك ما اكلي حرش ما اكلي
موكلي موكلي الله تنحرش عليكم موكلي هاي وكلي موكلي هاي وكلي هاي وكلي وشو سبحان الله تصحابو موكلي مسكين تيعدو راه ما تيعدوش تيبقى يدير لي يتلمسو راه ما تيعدوش زعما كيش عدا بالله راه قاصها موكلي هلا تيهرو تيكدو ما عارفو بالله راه صاحبنا مال موكلي مال موكلي هو بغي يشمو حسو تضل قوية بحالك النهار كامل ما يحملش يقيسو هاو حشو راه يبغي يقيس موكلي ها بالعالي تيدير ليه كوا حيوانات زوينين والله لالا زوينين هاي كلشي تندير المصارعة مع حشور شوف باش نهار ونوريكم واحد كيفاش تندير المصارعة مع حشور تيدحس معايا تيبقى يدحس معايا ويترامك معايا ويهز رجليه القداميين يبقى يطابس معايا فاش نهار وندير لكم شي فيديو تشوفوا كيفاش تلعب معاه ايوا اخواني تنتمنى لكم الخير ان شاء الله دوزوا هاد 4 شهور باذن الله مشيو للمغرب ولا الوليدات راكم عارفين انا خليت ولادي صغار عندو 6 سنين الدرية 7 سنين راه جاي الفوق ما بقى والو باش نكمل نص فارق عليهم ديال الحياة ديالهم الدراري الصغار راكم عارفين خاصك تكون معاهم ايوا الوقت الظروف وكانت عندي صعيبة الوقت في المغرب قلت ها راه نمشي نرجع للسباليون حراق ولا نشوف كي ندير وبقيت الحمد لله سخر الله عقب جيت للسباليون خلينا الولاد صغار طالع التم ايوا اخواني اخواتي المشاهدين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه نتمنى لكم خير الله يجعل ربي يحفظكم ويستركم غنبقى ندير ان شاء الله فيديوهات دابا الرد شويه كل نهار ندير فيديو ترجعوا ثاني كي كنا ان شاء الله وغنوريكم الكلبات ريزال الكليبات اللي ولدات تنشوف تا هما كيفاش غندير ندي كلب وكلب المغرب ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.